الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، في جريدة الأهرام اليوم بتاريخ السبت 9 شعبان 1435 الموافق 7 يونيو 2014 الصفحة الرابعة تحت عنوان سوداني يثير جدلا حول أرض الرسالات. والصحفي الكاتب الكلام ده اسمه زهير بادناف. قال لقى واحد في شارع في حديقة المهم لقاه دي صورة الزول ده لقاه. فقال الزول ده لقاني وقال لنا عندي لك حوار حيكون سبقة ولا كده سبقة ولا شنو صحفية يعني حاجة كده وهمة في شكل قلبة. فطوالي لقطوا الصحفي اللي اسمه زهير بادناف ده قام جاب الزول ده عمل معه اللغة. والزول المعمول معه اللغة ده زول مجنون وأطرش وأهبل. ده بيقول كلام غريب، طفل في الروضة ما بيصدق. إن جبت حمار ملصت من الكار، والله الكلام زي ده ما يصدق. لكن ذاته كثير من الصحفيين وكثير من الصحف عندنا أصلا هي بتاعت فارغة ساكت وتنشر الشرك والبدع والإجرام. الزول بيقول كلام خطير جدا وكلام باطل ولا يقبل لا في النقل في الدين ولا يقبل في العقل اصلا. دول مجرم. قال اضاف طبعا يا استاذ الناس بتعتقد انه ارض الرسالات هي المنطقة العربية عموما والسعودية على وجه التحديد. قال لكن هذا ليس صحيحا. قال ده ما صحيح. قال بل السودان هو أرض الرسالات السماوية ومعظم الأنبياء مدفونين هنا في السودان. معظم الأنبياء قال. بعد ذلك قال خلافا لما هو شائع لقد تم سرقة التاريخ منا مع سبق الإصرار والترصد. ويوجد في السودان وادي يحوي رفات معظم الأنبياء الكبار وهم سيدنا موسى وسليمان وأبونا آدم ونوح وإدريس، وهو المكان الموجود في بيت المقدس وبيت لحم. السودان ده قال في وادي الرسل كلهم مدفونين. في السودان ذاته في الوادي ده قال ده المكان الموجود في بيت المقدس المسجد الأقصى وبيت لحم. قام الصحفي ده قال له يا أخي، قال له هذه المسميات ليست موجودة في السودان، هذه أسماء مناطق في فلسطين، المسجد الأقصى، بيت المقدس. قال الذي في فلسطين هناك ما هنا. قال له لا، وللمعلومة معظم الأسماء الموجودة حاليا ليست صحيحة، فبيت المقدس ليس هو بيت المقدس الموجود الآن، ومصر ليست هي مصر بل هي أم درمان. مصر دي قال دي أم درمان ما مصر. أهو ليبيا أم بدة ولا كيف؟ طيب قال وسيناء ليست هي سيناء الحالية بل توجد في السودان وكلها مسميات مسروقة. قال بيت المقدس هنا في السودان، بيت المقدس هنا مسجد الأقصى. طيب بعد ذلك قال له لا تستعجل سوف أحكي لك كل شيء لكن بوقتي وللعلم كل ما سأقوله لدي عليه الدليل العلمي والدامق. ما عنده دليل واحد، لا ذكر آية لا حديث. له الشفت ده زول النجار بنجر من راسه ساكت يجيبوه في الجريدة. وده أظن صوفي لأنه أصلا منهج التصوف ومنهج الغرائب والعجائب. بعد ذلك قال عنده شرط. قالوا له يا أخي تمشي تورينا محل الأنبياء مدفونين. قال له ما يروح. قال لكن بس شرطي يكون في ثلاثة قضاة يمشوا معاه عشان يسجلوا الكلام ده. قال في المحضر بتاعه إلى أن ذهب وأتى بكبيرة جاب حاجة كمان درابة كبيرة جدا. قال إذا نبدأ بقصة موسى عليه السلام من البداية وأقول لك كلام يحمل جانبا كبيرا من الصواب وأضيف كلامك يحمل جانبا كبيرا من الصواب وأضيف لك أن قبر موسى موجود هنا أيضا. قبر نبي الله موسى هنا قاعد في السودان هنا أيضا وقد التقى بالعبد الصالح هنا على النيل.
على النيل. خلاص موسى قال التقى بالعبد الصالح على النيل، والعبد الصالح هو ذو القرنين وليس نبي الله خضر كما تزعم الروايات. في صحيح البخاري حديث ساق لكم اخونا محدين عن ابن عباس عن ابي بن كعب قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول. القصة حكى لك انه نبي الله موسى، وبعد ما قال انا اعلم فربنا قال بلى عبدنا خضر، بلى عبدنا خضر في احدى روايات البخاري. فمشى بعد ذا قبل الخضر بذو القرنين، ذو الهبل ذو الجاهل ساكت، وده اصل دين الصوفية كده، دين غرائب ودين عجائب. والكلام ده كله باطل، ما عنده أي أساس من الصحة، لسبب واحد ودليل واحد، إنه الرجل ده لعنده آية حافظة في مخه الوسخان، لعنده حديث من النبي عليه الصلاة والسلام استدل به، فكله كلام باطل. لكن نبي أوريك الدجل حق الأحزاب والطرق الصوفية الموجودة الليل، وبوريك الفارغة بتاعت معظم الجرائد الموجودة عندنا، والفارغة بتاعت معظم الصحابين الموجودين. وده دليل على انه اهل الحق، اهل الحق كثير منهم سكتوا عن قول الحق وعن الردود على مثل هؤلاء الدجالين وعلى مثل هؤلاء الكذبة والافاكين، ما بيردوا على الناس ساكتين، دكاترة ومشايخ مبطحين متسولين شحادين عديد لله يا محسنين في ابواب المنظمات، سبل الرزاق سجم رماد سبيل السلام سجم رماد، مبطحين هناك ما باطل دعوة ذات، وذول يحضر دكتوراه في التوحيد في المدينة النبوية الجامعة، يجي هنا ده حق واحد ما يفيد لليلة رد واحد على البرعي شريط في ثلاثة دقائق لليلة ما طلع ولا حصل ولا حصل. لا ده دكتور في التوحيد ولا غز زكاه ولا علامه فلان زكاه ولا قالوا كويس، لكن طلع سجمان ورمدان. عرفت كلامي؟ زول عنده دكتوراه في التوحيد، كلمة حق واحدة، حق واحدة في أهل الشرك والمعادين للتوحيد ما يقولها. وذاك الاهبل ذاك كنا حارينه بغادي، ده حارينه انه كان بيرد لنا على اهل البدع، وانه طلع في النهايه باع الشغله كلها، باع القضيه بعد ما شتم سادات الاولياء اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، وقال كان عندهم حظ من الدنيا واقتتلوا في السلطه وفي الخلافه وفي الاماره، طلع بقى يداقرنا حلقته في صابرين حلقتنا دي متواصله عطل ديك براو، ده عمل جاب ميكروفون واحد وجه وبقى شغال بجد يعطل دعوة التوحيد، يعطل دعوة التوحيد، لأنه مرسلين له ذلك ناس اسمهم عثمان الإخوان المسلمين المبتدعة اللي ما عندهم أي علاقة بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح وبأهل السنة والجماعة، يرسلوا ذلك يجينا عشان يعطل دعوة التوحيد. الحمد لله الدعوة دي ماضية وماشية، وأكبر دليل على إنها ماضية وماشية إنك أنت يا دجال الفتحات. زمان كنت بتقول الشباب ديل أنا الرفعت وأنا نزلتهم والحبل عندي وما بيحتاج يتكلم فيهم كثير، ألا لا بقى حلقتك تعطلها توقفها وتخلي ناسك وتجي ساكينة في حلقتنا، ده دليل واضح على أنك انتهيت خلاص ببح ما في انتهيت. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وانت عاديت سادات الأولياء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله قال كده، الله بحارف أي زول يعادي أولياء الله، ما بالك بالزول اللي بيعادي الصحابة ويقول اقتتلوا بالسلطة وفي الخلافة وفي الإمارة، والصحابة بعضهم كان عندهم حظ من الدنيا، قلنا لا توب، قال ما بتوب ما بتوب، في ركوب راس أكثر من كده يا جماعة، ما في ركوب راس أكثر من كده، لكن هي الدنانير، أسأل الله يكسر خشمك بالدنانير، هي الدنانير والأموال اللي بديك لها الأهبل ذاك بتاع السجان، ذلك الدكتور المجرم العاطي، فالناس ما قاعد يردوا على أهل البدع إلا إذا كرت يجيب لهم نانية، دايما قال لك شيخ أبو بكر تجي الحلقة بدو 500 نص مليون، دايرين شنو تجاني هاي خش أردم وأنا 500، إذا نقص الجنة ينبزوا عطالة شماشة وتخشى يا مجرم عاطي. عرفت كلامي؟ ده شغل الحزبية الآن وشيوخ
والأحزاب ده شغل منه ما بيردوا على البدع إلا إذا ما اتفق ذلك مع مصالحهم فقط. ده الحاصل يا أخوة. ده البلد بتاع المركز العام شيخ الجماعة الزات جابوه مناظرة في برنامج قيد النظر بتاع قناة النيل الأزرق مع 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 واحد صوفي ما الآن بقى وزير ما دار ناس كل اسمه لكن اليوم اللي بنزلوه بنجغم إن شاء الله. المهم واحد الآن فالصوفي ده درج درج صار سنة اسمه دكتور ود البلة بتاع المعهد العالي بتاع الكلاكلة والله درج ودرج درج وسخان مرة واحدة. المدير بيقول له ود البلة رد ود البلة يقول له سنتفق مع عقلاء الصوفية وما يجمعنا معهم هو الكثير يا ود البلة رد لا 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 سنتفق معهم ان شاء الله تعالى. الصوفي قال له انت ما بتتفق معي انت قال لك الطب انت ده كلامك بتقوله ساكت لكن في الحقيقة انت مختلف معانا يا وهابي عزة بالشرك وعزة بالبدع وعزة بالضلال وديل دارين يزلوا الدعوة السلفية والبغيصنا بيخلينا نتكلم فيهم المجرمين ديل والضلال ديل اللي بيخلينا نتكلم فيهم في أي محل لأن الناس ديل بيضيعوا المنهج السلفي باسم السلفية لكن لو قالوا احنا ما سلفيين وظهروا على حقيقتهم الصحيحة قالوا احنا اخوان مسلمين او جبهجية كيزان كان الكلام والله بيكون خلاف ذلك يعني ظهروا على حقيقتهم بيحتاجوا بيان لكن ما بيحتاجوا الى مزيد بيان لكن طالما بينافقوا وبيكذبوا وبيدجلوا باسم السلفية فلا بد يحصل تمايز وتفريق بين السلفيين الحقيقيين وبين الإخوان المسلمين المتزيين بزي السلفية ليأكلوا بها الأموال ملأ الله أفواههم بعنجات بإذن الله تعالى. هذول مجرمين والله العظيم جد. كم دكتور الآن في واحد قاعد يرد على الأباطيل كم دكتور دكتور خالد عبد اللطيف وين ردوده على أهل البدع لما تتكلم في دكتور ده محضر دكتوراه دكتوراه في راسه وين ردود على الصوفية وين عندك لو رد عن البرعي ولو كان بيحلم يهضرب بالليل لقاك مش في الحقيقة في الحلم لقاك عندك رد عبد الكريم الآن بقى رئيس جماعة أنصار السنة جناح الإصلاح الرئيس العام عامي حيغرق وحيغتس والله يكسر وين ردوا على المكاشف وين ردوا على السمانية أو القادرية أو التجانية أو الأخوان المسلمين أو التكفيرين السرورين ردوا وين فضيلة الدكتور وين رد داك رئيس سبيل الرشاد الاسم دكتور اسمه شنو صادق محمد إبراهيم ذاك الأخ المسلم المحترق المبتدع الطال وين دعوة للتوحيد وين أنا ما بصر النازل دعوتهم لتوحيد الله وين حربهم للشرك ولا الكفر القاعد ينشر محمد المنتصر في القنوات التلفزيونية الليلة وين لو ما كان في إلا كتمان هؤلاء الدجاجلة من الدكاترة من أنصار السنة المركز العام والإصلاح وجمعية الكتاب والسنة لو ما في إلا كتمان للحق تحذيرا وتنفيرا منهم لكفى ما بالك إنهم كتموا الحق وكتموا الرد على أهل الشرك وجاءوا وكرموا أهل الشرك ووالوا أهل الشرك وعادوا أهل التوحيد وأهل السنة هدي رغم اثنين ودي أكبر من الأولى وخذها معك ونزل والله ضالين ضلال مبين ضلال واضح بدعتهم تعفنت وفاح ريحها وشمها العوام قبل الخواص العوام ذا عندنا مسجد هناك في السجانة عامل واحد حزبي من الجماعة دي من أنصار السنة مركز العام لما نجي سيد المسجد الزول اللي عنده مليارات وعنده دولارات ده الدرس بيجوا أربع شيوخ من الحزبين دي أو خمسة الطاقة شو كل زول درس قدم عشان يتكلم لأنه ده قاعد صاحب الكاش اليوم العربية تكون ما فيش بر عربية معروفة ما فيش ولا شيخ ما فيش بيفضل لنا الجو نحن الغوم جديد
بيجوا ناس فارس وناس مين وناس مين بخشوا بيتكلموا. العوام لاحظوا الحته دي، العوام براهم بيقولوا الليله ما في شيخ ليه؟ فلان ما في ولا شنو؟ ده التاجر قال بنى الجامع وبنى البروج، فلان ما في ولا شنو؟ مشايخ متسولين الا من رحم الله، دجالين محتالين، والله ما عندهم اي علاقه بهذه الدعوه التي هي دعوه الانبياء ودعوه المرسلين. ربنا قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.